وانه انصار الجاسوس مرسي حقق انتصارات وفي طريقهم طريقهم لاحظوا الجمله الجايه دي قوي، انه الاوضاع تعود لما كان قبل 30 يونيو. الحكايه انه بعتين للصندوق يقولوا انه بعت الاخوان الارهابيه على دلوقتي بتحقق نجاحات وانتصارات رائعه قوي، وما تدوش القرض ده للبلد لانه مرسي راجع. بقول لحضراتكم مجموعه من المعاتيه معرفش شاربين ايه، بياكلوا ايه، بيتعلفوا ايه، بياخدوا ان ايه، ترمى دول ايه. انا بقول لكم بجد اللي يقول الكلام ده واحد ضارب ماكس او واخد ترامادول او واخد حته افيون وما اعرفش موجود ولا مش موجود، عامل دماغ يعني دماغ اللي هو ايه مش كده يتنطوح في الشوارع، او شرب له كاسين كده في بار من تركيا اللي بيدخلهم الواد معز ومحمد ناصر والعيال دي من الحاجات دي، وايات طبعا سيئات في كان الحاجات اللي بتدخل هي كده ضاربين دول فطالعين يقولوا كده انه الاوضاع حتى قبل 30/6 ستعود كما كانت. والاخر من كده اسمه ايه اللي قاعد في قطر ده اللي بتاعهم ده مفتي الارهاب اسمه ايه؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن بيقولك الك سوف تقوم باخراج مرسي من السجن ونقله الى مقعده في الرئاسه. القرضاوي شطحت منه الحكايه خالص، ده مش رمضان، لا 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 رضاوي ده واضح مديها تانية ما نعرفش عنها ايه، تميم جايب له حقنه منين ولا مدي دماغ دماغ يعني. الملائكه هاد مرسي مش عارف الملائكه بس هم ليه هم بس ما تروحوش لحد تاني سبحان الله. طيب فين الملائكه؟ فين بقى لهم ثلاث سنين؟ هادوا مرسي من ويحطوه على الكرسي. بقول لحضرات الله ما في عالم مغيبه، طبعا هم عندهم على فكره القطيع بتاعهم بيسمع الكلام ده وبيهل وبيكبروا بكره عيد الكبير وتكبيرات تكبيرات وتكبيرات ذبح يمكن بيذبح الضحيه بكره. ايوه انا بقول لحضراتكم ما هم بيقولوا القطيع يسمع الكلام ده ايوه راجع راجع راجع. ده انا بقول لكم هعمل استفتاء افضل طريق اعدام الجاسوس مرسي يوم الثلاثاء الله نعمله وناخد استفتاء بمناسبه اعداد قطب ذكرى اعدام سيد قطب كان 20/8/66 فهنحتفل بيها بكره او 68 نحتفل بكره برضو.